بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بنقدم لكل الأصدقاء والزملاء الأعزاء ومتابعي قناتنا على اليوتيوب قناة طارق النجار التعليمية أحد الهدايا، وهو كيفية تحويل الصوت لنص مكتوب وتنسيقه وطباعته بدون استخدام لوحة المفاتيح. حضرتنا أو حضراتكم ساعات بتواجهنا مشكلة في الكتابة على لوحة المفاتيح، أو أن يكون عندك كمية كبيرة من النصوص المطلوب كتابتها في أقل وقت ممكن. هنعمل إيه؟ هنلجأ للطريقة السحرية اللي هقول لحضراتكم عليها. هنقوم بتملية الكمبيوتر أو بعمل إملاء للكمبيوتر، وهو هيقوم بالكتابة بالنيابة عننا بدون استخدام لوحة المفاتيح، ثم بعد ذلك ننسق ونقوم بعملية الطباعة والتعديلات زي ما حضراتكم عايزين. هل الكلام ده بالنسبة للعربي بس ولا بالنسبة لأي لغة أخرى؟ لا، بالنسبة لجميع اللغات. ده من خلال احد المواقع المشهوره اللي هتجدوه اسفل هذا الفيديو في خانه الديسكريبشن او خانه الوصف. كل عليك انك هتضغط عليها وتتبع الخطوات اللي هنقوم حاليا بيها مع حضراتكم. في البدايه ده الرابط الخاص بتحويل الصوت الى نص مكتوب، dictation.io. هو ده الموقع العالمي المجاني اللي بيتيح لك انك تكتب عدد كبير جدا من الصفحات في اقل وقت ممكن. ممكن تكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في نص ساعة أو في ساعة من خلال هذا الموقع المميز. كل اللي عليك أنك تضغط على الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، ثم بعد ذلك هينقلك إلى، بشرط أنك تكون متصل بالإنترنت، هيقوم بفتح المتصفح الخاص بيك وينقلك لهذا الموقع. أو أن حضرتك تعمل كوبي بيست بالنسبة للرابط وتنتظر إلى أن يتم تحميل هذا الموقع العالمي المميز. هيتم تحميل الموقع، وده شكل الموقع اللي هيظهر قدام حضراتكم، موقع ديكتيشن. كل اللي عليك أنك هتضغط على لانش ديكتيشن، هنضغط على لانش ديكتيشن، فهيقوم بفتح صفحة الإملاء أو صفحة التحدث. هنبدأ نحدد اللغة اللي احنا هنقوم باستخدامها. هو افتراضياً بيقرأ المنطقة اللي انت فيها وبيحدد اللغة. لو انت موجود في امريكا بيحدد لك اللغة الانجليزية مباشرة، لو انت موجود في احد الدول العربية بيحدد لك اللغة العربية. لو عايز تغير هنغير مع حضراتكم ونبدل. هيديك دي منطقة الكتابة. تعالوا بينا هو دلوقتي اعطيني وضع الافتراض اللغة العربية. هتعرف ازاي لو انتقلت الاسفل هنا هو زي ما قلنا، هو ده الوضع الافتراضي على حسب المنطقة. هنبقى نغيرها مع حضراتكم. هنبدأ دلوقتي نقوم بعملية التملية، وليكن الاول اضغط على كنترول وشيفت بحيث ان المؤشر يتم وضعه ناحية اليمين او زي ما هو، ما فيش اي مشكلة. بعد ذلك هنبدأ بعملية الاملاء. لو بصينا كده للادوات الموجودة هتلاقي ادي اسود عريض، ادي مائل، ادي تحته سطر، ثم بعد ذلك بنخش على التنسيقات الاخرى، عمليات التوثيق وعمليات التعداد المختلفة والتظليل. هنبدأ دلوقتي ان احنا نضغط على ستارت، هنضغط على ستارت زي ما احنا هنشوف اهو. بعد ما نضغط على ستارت هتتحول الاشاره الى سماعات، ثم نبدا على طول في هذه العمليه اللي هي عمليه الاملاء باللغه العربيه. لو عايزين نغير بنروح نغير اللغه اللي احنا عايزينها. يبقى حضرتك هتضغط على ستارت وهتنتظر. مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كتب لنا باللغة الإنجليزية، فهقوم بعملية إيقاف. تمام؟ وتعالوا بينا نمسح المكتوب ده ونذهب إلى أسفل ونغير إلى طريقة الإملاء إلى اللغة العربية بدل إنجليزي. أهو نضغط من هذه المنطقة وندور على اللغة العربية زي ما حضرتك عايز. أنهي عربي بأنهي لهجة؟ زي ما حضرتك بتفضل. نشوف هنا اهوت، ادي العربية مثلا مصر. خلاص تعالوا بينا نبدأ عملية الإملاء. نقف على السطر الأولاني، أضغط على ستارت. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين
محمد بن عبد الله. أما بعد، بعمل عملية ستوب، هنلاقي فيه كلمة بعد وبعد أقدر أنا أعدلها بكل سهولة. تعلق عملية التعديل زي ما حضرتك شايفين. هنبدأ بعد ذلك عايزين نكتب اللغة الإنجليزية. بعد ما عملت ستوب هبدأ أتحرك إلى أسفل وأختار اللغة، وليكن اللغة الإنجليزية. هنبدأ نختار اللغة الإنجليزية حسب اللهجة الدرجة الخاصة بيها، وليكن اللغة الإنجليزية يونايتد ستيت. هنبدأ هنا اهوت، نبدأ نضغط على ستارت. واتس يور نيم؟ ماي نيم از طارق النجار. محمد صلاح از ذا بيست بلاير ان ذا وورلد. نعمل عملية إيقاف. نبدأ نختار لغة تانية وليكن اللغة الفرنسية. دور على اللغة الفرنسية. نشوف كده مع حضراتكم اللغة الفرنسية. انجلش، اسبانيول، فرانسيز. نضع المؤشر واضغط على ستارت. كومونت بالتي جي مابيل طار النجار. ميرسي بكو، عملت ايقاف. ابدا اختار لغة تانية وهكذا. وبعد ما تنتهي من عملية الاملاء تستطيع ان احنا نعمل التنسيق. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، نقدر نجيبها في الوسط، نقدر نخليها بولد، نقدر نكبر الخط زي ما احنا عايزين، او نقدر نعمل اتجاهها. طالما باللغة العربية ده التعداد النقطي، نقدر نختاره مرة واثنين وهكذا. هنا هوت هتبدأ تلغي هذا التعداد، ثم بعد انتهائك من كتابة النص هتقوم بعملية التحديد وتقوم بعملية الطباعة، او ان حضرتك اهو ضغطت كليك يمين تقدر تعمل طباعة، فيتم طباعتها عن طريق الضغط على كليك يمين على المستند الذي يتم تحديده، وهكذا بالنسبة لجميع الخطوات. عايز تحفظها تضغط على سيف، هيتم حفظه على جهاز الكمبيوتر. عايز تاخده كوبي هتقوم بتحديده وتعمل كوبي. عايز تعمل له نشر بابلش هتعمل له باش نشر. عايز تخليها تويتا وهكذا بكل سهوله. عايز تقوم عمليه المسح تعمل كلير فيتم مسحه. اتمنى ان اكون وفقت في شرح هذه المهاره السريعه. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.